هذا انت شو بدك؟ هلا هون بدنا نحاور؟ هلا وقتك شايف تحتك. اهلين ابو نبيل، تفضل. تركته مفتوح مشان الخلوة. هلا منقدر نتحاور. هلا هذا اللي اتفقنا عليه؟ اتفاق شو؟ شو اتفاق شو؟ انا ما جيت الجمعة الماضية وعطيتك مصاري؟ تكاليف عرس ابنك، لا تضربني مني. لك انا اعطيتك مصاري مشان ترفضي، وتكاليف عرس؟ عند ابنك الا بده ميسم، شو اعمل له؟ شوفي، هذا اسمه نصب واحتيال، واللي بيعطي كلمة لازم يحترمها. مع انك انت ما بتحترمنا وحاسبنا حوش وايضا زبالة، كيف بدك يانا نحترم الاتفاق اللي بيناتنا؟ مهما كان الانسان منحط لازم يحترم كلمته. طلبت تشتري ابنك، بعناك، مو بس بعناك، ودفعنا لك ميسوم بخشيش فوقه. لك اذا هو ما عم يتكنس من عنا شو اعمل لك؟ يكون بعلمك رح ادفعك الثمن غالي، وانا اذا بحط حدا براسي ما بعود برحمه بنوب. عشقك حلال وعني عشقتك زيد الدلال،